هنا السؤال دكتور، هل يجب فعلا أني أتابع مع ابني وإن سمعت منه بأنه تنمر عليه فلان؟ ماذا يتوجب مني كتصرف أنا كأم؟ بالضبط، هلأ التواصل مع الابن أصلا والحديث معه عن موضوع التنمر، أول شغلة ما بدك أنت الآن تحل له المشكلة وما بدك تلقي اللوم والذنب عليه، صح ولا لا؟ بدك تسمع أنت له شو هو التنمر اللي يلقى عليه، نعم، وشو هي أشكال التنمر وكيف كانت تتم. بدك تبعد انك تحل له المشكله او تلقي الذنب عليه وتقول انت لا ذنب لك في اللي بصير، على حس انت يكون مع قنوات تواصل معه اعلى. نعم. وبالتالي هذا الحكي بحقق عندك انت انفتاح في العلاقه مع ابنك حتى تصل للطريقه اللي هو خلينا نقول بتم ايذائه فيها، حتى تصل لمين هم الجماعات اللي بتنمروا عليه. تتوقع ان يتهرب من الاجابه عند السؤال؟ بالطبع، على الاغلب هؤلاء الشخصيات هم على الاغلب بحاول قدر الإمكان يخفي هذا التنمر اللي بقى عليه، مرات بكون مسيطر عليه أو يستغل. نعم. في عندنا شيء اسمه تنمر إلكتروني، تنمر صحيح. على الإنترنت، وبالتالي هذا تخفى فيه أصلاً هوية. نعم. المتنمر. نعم. وبالتالي ممكن يسرقوا المال، ممكن يتعرضوا للإدمان، ممكن يكون التنمر جسدي. نعم. ممكن لفظي، مرات ورمزي. تنمر جنسي. صحيح. وهذا بيسبب مصايب وكوارث. صحيح. لديهم، وبالتالي بيصير فيه نوع من الإذعان والتقبل الداخلي ومحاولة إخفائه بشتى الطرق. إذن دكتور خلينا نتحدث، كيف أتصرف أنا كأم في حال تعرض ابني للتنمر؟ ثم ننتقل إلى السؤال اللي سبق ذكره، هو كيف أكتشف أنه ابني بتعرض للتنمر؟ بالضبط. هلأ في حال أنه الأم، خلينا نحكي، أو الأب أو الأسرة بدهم يكتشفوا أو خلينا نقول عارفوا، بده يتحدث بشكل هادئ مع الطفل، بده يبعد عن إلقاء اللوم على الطفل بأنه يعني لا ذنب له في التنمر الذي يتعرض إليه. بده يخلي مثلا في تواصل مع المدرسة، مع المرشد النفسي اللي موجود داخل المدرسة، لأنه هذا الحكي بيساعده على تقديم الملاحظات، خلينا نقول أول بأول، حتى يكون في تعاون أيضا ما بين المدرسة وما بين الأسرة نفسها. أيضا بده يكون في كون مع طفلك دائما مقدم له الدعم النفسي، الدعم. نعم. الايجابي، سند، حمايه. نعم، اظهر مواطن القوه في ابنك، صح ولا لا؟ كون ضمن، خلينا نقول، حياته في الانترنت، كون ضمن. نعم. اصدقائه في الانترنت. صحيح. كون معه دائما. دكتور في حال اكتشفت بانه ابني يعاني من التنمر، هل اتواصل مع الشخص المتنمر او ذوي؟ هلا من حيث المبدا انت بده يكون معك التواصل مع ابنك من حيث المبدا نفسه، مع الطفل نفسه. بعدين بده يكون في تواصل مع المدرسة، ممكن نعم تتواصل عن طريق المرشد والأولياء الأمور مع أهل المتنمر، لأنه أيضا المتنمر هو مر في مشكلة نفسية. نعم. وبالتالي هو أيضا متعرض إلى الضرر ومتعرض إلى أن تكون هذه الشخصية في قادم الأيام عرضة إلى الاضطرابات بكافة أنواعها. نعم. لأنه كثير من الدراسات أشارت، يعني إحنا بنفكر أنه موضوع التنمر شيء بسيط، أشارت أنه في قادم الأيام أو خلينا نقول في مراحل العمرية لاحقة، سواء الضحية أو المتنمر أو المتنمر عليه، هم أكثر عرضة إلى ظهور اضطرابات، مثل اضطراب خلينا نقول الهلع اللي. نعم. بصير عندهم اضطراب ما بعد الصدمة، خاصة إحنا عندنا في اضطرابات النفسية بشتى أشكالها. بالضبط، لأنه في عنا إشي الآن بيمشي والناس ما بتعرف فيه، اللي هو خلينا نقول التنمر الإلكتروني، الهويات غير الواضحة، عالم افتراضي واسع. بالضبط، في استغلال. نعم. في إساءات، خلينا نقول في خلينا نقول أشياء تمارس فيه قد تكون مرات كمان لا أخلاقية. صحيح. في أذى نفسي، ومن أذى النادر أن يتم كله. تجريمها. نلاحظ دكتور بأنه الكثير من الدول في الغرب لجأت إلى فرض قوانين للحد من التنمر في المدارس وتغريم الأهل، محاسبتهم، أو حتى فصل الطالب عن المدرسة. هل تؤيدون ذلك دكتور؟ هل هذه تعتبر استراتيجية ناجحة للحد من التنمر؟ لا، في حال وجود التنمر خلينا نحكي، أو الاعتداءات اللي بتتم هاي خلينا نقول وتكون إلها كظاهرة أو سلوكات واضحة، إحنا يعني دائما إحنا كتربويين دائما أكثر شيء بنبعد عنه إشي بسموه العقاب، ولكن العقاب التربوي الممنهج إحنا لا ضير عنا في استخدامه. نعم. لأنه هو إذا بده يحد عندي من ظاهرة معينة فهون استخدامه عندي فعال، ولكن الأفضل أنا بقول التركيز على برامج إرشادية وقائية للحد من هذه الظواهر، يعني كيف إني أفهمهم يعني مفاهيم ثابتة بعدم التهاون بإيذاء الذات. نعم. بعدم التسامح في الإهانة، أكون دفاعي. أنتم دكتور كتربويين مع مبدأ العين بالعين والبادي أظلم، يعني ضربك أضربه،
طبعا لا. ولا كيف كيف يكون الاسلوب؟ احنا قلنا ما يسامح، اذا كيف يكون دفاعي؟ عدم التسامح، يعني احنا بنحكي المواقف هاي اللي فيها عدم التسامح، يعني عدم التهاون بالاشياء التي خلينا نقول تتعدى على الانسان بقيمته كانسان، عدم التهاون بالاشياء التي تتعلق بالكرامه بالاحترام، عدم التهاون بالاشياء التي تضر النفس. شو يسوي؟ هلا في اجراءات، اجى وضربه زميله في المدرسة. هسا لما يكون في تنشئة أصلاً سليمة بالنسبة للطفل الذي تلقى التنمر، أصلاً بده يكون عنده هو استراتيجيات ما بيسمح. إحنا في عندنا إشي بسموه تأكيد الذات. شو هو تأكيد الذات اللي لازم أنا أبني وأنشئه عند طفلي؟ تأكيد الذات أنا مش بالضرورة ردة فعلي أنا أضرب خلينا نحكي أو أتصرف بشكل عدواني، ولا بالضرورة أتسامح وأتقبل الأشياء الخطأ. لا، أنا بدي أوقف عند حقي بمقدار الضرر اللي أنا بتلقاه. نعم. مثلاً أصدر الزميل له كلمة ما عجبت، يقول هاي الكلمة خطأ وغير مسموح بها، وإذا كررتها مرة ثانية راح أشتكي عليك عند إدارة المدرسة. عظيم. وإدارة المدرسة لازم تفعل هذا الموضوع عند الضرب ويعاقب. وفي الضرب، الضرب ممكن يتوجه هو إلى القانون، غير مسموح الضرب طبعاً إطلاقا غير مسموح. إذا على الأقل يدافع عن نفسه. طالب يعتدي على طالب. لكن الصد الضرب دكتور ما يسامحه أو يقول له ابعد عني، يصده بالقوة الجسدية. بالضبط، لأنه الضرب أذى نفسي واجتماعي وجسدي، صح ولا لا؟ صحيح. وبالتالي هذا خطير جدا جدا، لأنه يعني الدراسات أشارت كثير إنه فيما بعد هذول الأفراد بصير عندهم أعراض من اضطرابات حكيت لك ما بعد الصدمة. نعم. بصير عندهم كوابيس، بصير يتذكر هاي الأحداث اللي هو تعرض لها، ترى ما بعد الصدمة، وبالتالي بالضبط صحيح.